السلام عليكم. بنجلون أميرة، أستاذة في الجراحات الشرايين والأوردة بالجراحة العادية وبالقسطرة التداخلية. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، هو تمدد الشرايين أو الأوعية. تمدد الأوعية هو الانتفاخ ديال الشرايين. احنا غادي نهضروا على الشريان الأبهر او أورتا. تنهضروا على تمدد ملي تيكون 50% زائد على الحجم العادي على حسب المكان ديال هاد الشريان الأبهر، اما في الفوق في قريب للقلب او من تحت او في الباطن، هاد العرق يقدر يدوز بين 3.5 حتى 2.5 سنتيمتر. ملي تيكون تمدد يقدر يوصل حتى 11 12 او بعض المرات حتى 20 سنتيمتر ديال الانتفاخ، بحال واحد الكره تتقبضها وتتبقى تنفخ فيها تولي توصل واحد الحد اللي ما تمكنلكش تنفخ اكثر في هذه الكره تطرطق. هنا علاش كاينه خطوره على الانسان في هذا التمدد؟ حيت ملي غادي تطرطق هذه الكره ماشي ريح فيها الدم، غادي يوقع نزيف دموي في قلب الباطن او قلب صدر ديال الانسان. تعتبر هذا تمدد الشرايين في الدرجه 12 في سبب الوفاه في العالم. نشرح لكم شنو هو تمدد هاد الشريان الابهر. هو دابا هذا هو الشريان الابهر او اورتا اللي تيخرج من القلب، تعطي العروق اللي تيمشيو للراس والمخ وديال اليد، ومن بعد تيدوز في الصدر وعاد تيهبط في البطن، تيهبط تعطي العروق ديال الكلاوي ديال الجهاز الهضمي، وعاد من بعد تمشي للرجلين بجوج. هاد التمدد يمكن له يكون في اي بلاصه ديال هاد الشريان الابهر، اما في الصدر وفي البطن او في البطن، وغادي واخد واحد الطرف ديال الشريان ديال الصدر، او تيكون واخد البطن كله. العوامل المساعده لهذا التمدد ديال الشريان هو السن، بين 60 و 65 عام. هو الرجل تيكون 6 مرات تيتعرض على لهذا تمدد الشريان. التدخين مهم من العوامل المساعده المهمه، وكاين النسبه ديال ماشي وراثي ولكن بعض المرات تيكون في العائله شي واحد عنده هذا التمدد. 20% ديال الناس ديال اشخاص العائله يقدروا يتعرضوا لهذا التمدد الشريان. كاين من غير هذه العوامل المساعده كاين سبب واحد اللي هو سبب ديال هذا التمدد، هو تمزق الشريان اللي غادي يؤدي لهذا التمدد. هاد الوضعيه تتكون تنشوفوها في حوادث السير او حادثه اخرى من غير حوادث السير. المشكل ديال هاد التمدد ديال الشريان هو تيبقى 75% ما تيعطيش علامات ديالو، ما تيعطي حريق، ما الشخص تيعيش به هو ما عارفش راسو عنده قنبله في قلب الذات ديالو. تيوصل واحد الحد حتى تيوصل داك الحد ديال التمدد ديال الشريان، داك الحد الاقصى ديالو، تيقدر ديك الساعه بحال قلنا في الاول تيتفر كاع داك العرق وتيكون نازف دموي باطني، والشخص تيؤدي الوفاه ديال الشخص. في داك 25% اللي بقات، نص ديال هاد 25% غادي يتسبوا بواحد حريق المعده، حريق ديال الصدر، او التنفس تيولي تيصعب، او الهضم تيولي صعيب. والسبب ديالهم هو داك التمدد ديال العرق اللي تيبقى يزيد وتعطي الضغط على داك المعده او القلب او الريه.
تيقدر هاد العرق هذا هاد الشريان اللي تنتفخ تيقدر في داك الداخل ديالو في داك الغل داك الجوا ديالو داك الدم تيتمشاش مزيان تيبدا يتكبد وداك الدم اللي تيتكبد تيمكن له بعض المرات يمشيو الطروفة ديال داك الدم المكبد الاسفل الذات هي الصبعان ديال الرجلين علامه وحده ديال هاد العواقب هو تولي الشخص عنده الصبعان ديال رجلي تيزرقوا توليو زورق تنسميو بالانجليزيه بلوتو سيندروم هذا من 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 العلامات بان زعما اللي غادي يدلنا على نديرو التشخيص ونقلبو على هذا التمدد الشريان. العلاج ديال هذا التمدد الشريان تيكون اما بالجراحه العامه. هاد الجراحه العامه المشكل ديالها هي جراحة صعبة وتتأدي إلى الوفاة بالنسبة ديال 20 حتى 25%. تتأدي بالشلل، هاد الشيء مرتبط بعروق شرايين ديال النخاع الشوكي تتقاسو وهما اللي تعطيو هاد المشكل ديال الشلل في النسبة ديال 16 حتى 20%. دونك مهم بزاف. علاج آخر اللي بديناه من 2009 في المغرب هو العلاج بالقسطرة التداخلية. هذا العلاج تيدار تحت بنج محلي تيكون بحال داك القسطرة التداخلية تنديرو العروق ديال القلب بحال داك الكيفية والمريض يمكن له يخرج لا غدا ما تيتعرضش على هاد العواقب هادي وتتكون النتيجة ديالو مستقرة. اللي مهم بزاف هو الواحد شفنا بان هاد العوامل المساعده ديال هاد التمدد فيهم الضغط الدموي وفيه التدخين. اللي ننصح الاشخاص اللي تدخنوا واللي عندهم هاد الضغط الدموي يراقبوا الضغط الدموي ديالهم يحاولوا يتجنبوا على التدخين. واللي مازال تدخن وبين 60 و75% 75 عام لابد من تشخيص سنوي باش الا كانت شي حاجه ديال تمدد الشريان يمكن له يتعالج قبل ما يوصل للعواقب ديالو. ونفس الشيء الشخص اللي عنده في العائله شي واحد معروف وقع له هذا المشكل ديال التمدد ديال الشريان خصو لابد ما يدير سوا تشخيص باش يحاول يتعالج قبل ما يوقعوا المشاكل. تنتمنى باش هاد الشرح ديال هاد المرض ديال تمدد الشريان وهاد النصائح استفدتوا منها وتنعطيكم ميعاد في الفيديو المقبله ان شاء الله.